أمهات ثكالة، آباء مفجوعون وزوجات أرامل، أطفال يتامى، هذا هو حال عيد الأضحى في العراق اليوم. تفجير إجرامي في مدينة الصدر في سوق يكتظ بالمتبضعين من أجل عيد الأضحى. الضحايا كما شاهدنا سيدات وأطفال، أكثر من 60 شهيدا وجريحا هم ضحايا هذا التفجير الإجرامي الذي وقع إذن قبل أكثر من ساعة في مدينة الصدر في سوق الوحيلات تحديدا. أكثر من 60 شهيدا وجريحا هم الضحايا، والسوق كانت مكتظة إذن بالأهالي والفقراء الذين يستعدون للفرح القليل بعيد الأضحى. تم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى الصدر التعليمي، كما تم استنفار كافة الكوادر الطبية من أجل يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الضحايا. وقع هذا التفجير بسبب عبوة ناسفة كما قالت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب. وإذا العبوة الناسفة وضعت تحت إحدى البسطات، الضحايا هم المواطنون الفقراء والأبرياء. حتى هذه اللحظة أكثر من 60 شهيدا وجريحا، والحصيلة ليست نهائية حتى الآن. إذا بدل أن نعايد أهلنا في العراق فنحن نعزيهم بفقدان أحبتهم، فقدان ضحايا التفجير الإجرامي الذي وقع قبل أكثر من ساعة في مدينة الصدر في سوق الوحيلات، وراح ضحيته الأبرياء. كما هي العادة، الأبرياء فقط هم الضحايا في العراق.